عن فكرة تحقيق الاستفادة القصوى بالمنابر الإعلامية اللي بتمثل النادي الأهلي، قناة الأهلي ومجلة الأهلي والموقع الإلكتروني. انا زي ما كنت يعني بقول ان النهارده لما يبقى عندك جماهير موجوده في انحاء مصر وخارج مصر، مهم جدا انك انت ان هم يعلموا الحقيقه من عندك انت، زي ما بيبقى دايما في اي نادي عنده الموقع بتاعه خلاص، هو الخبر الاساسي اللي هو بتاع موقع النادي لما بتبص، وخاصه دلوقتي ان اي حد ممكن يكتب اي حاجه في اي حدود. احنا دلوقتي الهرتله هي اللي شغاله، لازم اعظم دور الموقع بحيث ان يبقى النهارده اي متابع بيحب النادي يبقى بيعرف المعلومه هياخدها من هنا، وفي المقابل هتبقى الإدارة ملتزمة إن هي دائما لا تترك الأمور لفرصة للإشاعات والحاجات دي، يعني ما يبقى في مواقف حاسمة يبقى الإدارة على طول بتطلع بتقول صح كذا وكذا وكذا. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني، قناة الأهلي هي منبر إعلامي طالع بيتكلم برضه عشان خاطر يتخذت في حتة على إنها قناة الأهلي يبقى خلاص هتبقى بتتكلم في الكورة والرياضة، لا لا، مش قناة الأهلي، النادي الأهلي ليه مشجعين في مصر كتير جدا، أسر مصرية كتيرة جدا. انا بتصور ان قناه الاهلي لو بتطلع يعني 24 ساعه، يعني 10 ساعات هوا و10 اعادات وساعتين اعلانات، حتى حتى هتتشاف كويس قوي، لان ممكن تبقى هي اعلى نسبه مشاهده في مصر، بس اعمل البرامج اللي انا اجذب بيها الاسره دي. هي بتحب النادي الاهلي، حضرتك مش عايز المحتوى يبقى رياضي بس، مش ما انا بدي اهميه للحاجات الرياضيه والبتاع، لان انا المؤكد ان هي دي الدرع والسيف زي ما بيقولوا للكوره لرياضاتك والكلام ده كله، بس تبقى بنسبه 40% 50%. تبقى ده 50% التاني 50 بقى حاجات عاديه عشان الناس، عشان الناس انك انت عندك عائله اسره اهلاويه بتتفرج تحب، بدل ما انت بتشوف حاجه هي هنا وبعدين بتروح تشوف عايز تشوف الحاجه الثانيه في حته ثانيه، فانا ازاي اعمل ده؟ وانا بعتقد ان ممكن تروح للسكه ديت، يعني ده انا في تصوري، لان انا قناه طالع للدنيا كلها. حضرتك شايف ان ده هذه مؤسسه كبيره، مؤسسه كبيره بيهتم بيها ملايين المصريين، يبقى انا مش هختزل كل النادي الاهلي، كل كره القدم دي هي عنوان كل حاجه دايما، انما انا بقى لما اجي اقول اتفرج مش هقدر اتفرج الكوره طول النهار، مش هقدر اكل تفاح طول النهار ولا هاكله اكل معين طول النهار، لازم اشوف برضه اهتمامات. حضرتك عايز تربط المشاهد بقناه الاهلي على مدار ساعات اليوم كله، على ليه لا، ما تبقاش دي قناه اهتماماته المختلفه الرياضيه وغيرها. انت لما تبقى عندك نسبه المشاهده ديت ودي تبقى هتبقى جباره، انت اعلانيا هتختلف الامور، انما يعني المساله يعاد النظر، انا باهتيالي كده. عموما احنا ده بيرجعنا للحديث، يعني كلام الكابتن الخطيب في هذه الاحتفاليه والاحتفال باليوم العالمي للملكيه الفكريه، يعني الامر متسق جدا مع اللي كان بيقوله منذ قليل الاستاذ ابراهيم حجازي في فكره تنظيم الامور داخل المسابقات الرياضيه وداخل الدوري المصري، وحضرتك بتقول لابد من تشكيل ولا بديل عن تشكيل لجنه المحترفين او انديه المحترفين وانديه الممتاز والبحث عن تسويق وتوزيع الارباح كما ينبغي بالشكل المعمول بيه. هو ده المفروض احنا هنخترع ما نشوف الدنيا اذا كنا عايزين نعمل كوره. لحد دلوقتي احنا بنخترع. لا 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 احنا على الشكل الموجود في العالم يعني حقيقه. ما انت بتخترع، طب تعالى بقى احنا شوف المزنق اللي احنا فيه. الاتحاد الافريقي بعت لك جواب قال لك انت عندك لاخر 30 يونيو لازم تبعت لي الانديه اللي هتلعب بطوله انديه الابطال الدوري والكونفدراليه المسابقات بتاعت الاتحاد الافريقي. ودي بتتبعت مع الاتحاد ما بيختارش، ده النتائج هي اللي بتعمل ده. تعال بقى نشوف الجدول مع بعض في الحكايه ديت، لان ده انا اصلا قعدت بقالي خمس ساعات عمال اقرا واتلخبط اقرا واتلخبط اقرا واتلخبط. فتكتشف النهارده احنا عندنا لازم نتفق الاول على شويه مواعيد عشان نعرف الزنقه اللي احنا فيها. كاس الامم الافريقيه من 21 يوليو ل 21 يونيو ل 19 يوليو. الاستعدادات لكاس الامم، يعني انت 1 يونيو انت ما عندكش كوره دوري خلاص، عشان المعسكر تبقى عندك اسبوعين بتعمل له معسكر للمنتخب عشان يلحق يستعد. فاذا انت المتبقي قبل كاس الامم الافريقيه خدت بالك النهارده كام؟ قول لي كده ربنا يكرمك. احنا هنا تصريحات كابتن عامر حسين. لا قول لي النهارده كام بس بشرح، خلينا نمشي سيبك منه. النهارده 28. طيب 28 ايه؟ ابريل. وعندنا شهر مايو كله. هم طلعوا جدول يقول لك الاهلي عنده كم ماتش، طلعوا للاهلي قال له انت عندك، طلعوا له ثلاث ماتشات، قالوا له عندك طلائع الجيش يوم الاربعاء 1/5، وعندك نجوم المستقبل يوم الاحد 5/5 هنا باربع ايام كل اربع، والاهلي وسموحه يوم السبت 11/5 ثلاث ماتشات. طب ايه اللي باقي للاهلي في الدوري؟ فاضل له الاسماعيلي
وإنبي والمقاولين والزمالك، أربع ماتشات. طيب أنا الثلاث ماتشات دول هلعب فيهم لغاية 11/5، من 11/5 لواحد يونيو كم يوم؟ من 11 يونيو عندي 19 يوم. هل في 19 يوم أقدر ألعب فيهم 1-2-3-4 ماتشات عشان الدوري اقفله بقى وخلاص وننهي المشكله دي؟ بتقصد قبل كاس الامم؟ عشان كاس الامم، ما هو ما ينفع بعد كاس الامم، ما ينفعش عشان الاتحاد الافريقي. هتقول له ازاي بقى مين البطل ولا مين؟ فانت لازم تخلصه. الاهلي ممكن يلعبوه، ما لعب قبل كده في 26 يوم لعب 508 ماتشات، خدت بالك؟ يلعب الاربع ماتشات دول في الدول. المشكله ان الزمالك قللوا له ماتش ده، بقى عنده خمس ماتشات. هل هيقدر يلعب خمس ماتشات في 19 يوم؟ فانت فاهم بيراميدز عنده مشكله انه لاعب ماتشين زياده، هو عنده ماتشين احتياطيين، فانت عندك مشكله حقيقيه. هل يعقل في الدنيا عندنا دوري مضغوط وعندنا كاس الامم لخبطت الدنيا وعندنا ما اعرفش ايه من الحاجات ضاعت من الخزنه وعندنا حاجات كتيره دي المشاكل وصلتنا لده؟ قول لي دلوقتي هتعمل ايه؟ هقول لحضرتك اتحاد الكوره بيقول هيعمل ايه لحد دلوقتي. كابتن عامر حسين بيقول الاقرب تاجيل مباراه الزمالك والانتاج والدوري يكتمل قبل بطوله افريقيا في هذه الحاله، بيتكلم عن حاله واحده سيتم فيها اكمال الدوري قبل بطوله افريقيا. بيقول الامر يختلف تبعا لظروف فريق الزمالك استمراره او من عدمه يعني في الكونفدراليه، اذا كان هيستمر ويخوض المباراه النهائيه او اخر مشوار البطوله ولا هيخرج يعني في المرحله دي من البطوله. بيقول ان على اساسه الامور هتتغير وشكل لا ده كلام غير. ده كلام مع احترامي للاستاذ عامر حسين والراجل يعني حاطينه في وش المدفع، هو يعني اخر من يحاسب على المسائل دي كلها. انما عايز اقول للاستاذ عامر، سيبنا دلوقتي من موضوع الزمن، احنا بقول لك ان الاهلي عنده المفروض ان هو يلعب، هو هيلعب ثلاث ماتشات اللي اعلنت عندهم، اخر ماتش فيهم 11/5 الواحد يونيو كام يوم؟ 19 يوم. هل الاهلي هتقدر تلعبه في 19 يوم الاسماعيلي وانبي والمقاولين والزمالك؟ طيب ده واضح ممكن في 19 يوم وتعمل، احنا عملنا العب من كده ممكن نلعبه. طب الزمالك بقى انك بقى عنده خمس ماتشات وعنده نفس المساحه اللي هي 19 يوم، هل هيقدر يلعب الماتشات دي كلها عشان ننهي بده؟ في مشكله حقيقيه. انه هنا صراحه بيقول يعني بشكل واضح جدا، اما في حاله خروج الزمالك من الكونفدراليه سنكون قادرين على انهاء مسابقه الدوري بشكل كامل قبل بطوله امم افريقيا. يعني ولكن في حاله تاهل الزمالك للنهائي سيخوض قبل المباراه ثلاث مواجهات في الدوري بدلا من اثنين فقط كما اتفقنا من قبل. يا سيدي الفاضل، انا لو الزمالك استمر في البطوله ويستمر في البطوله، يا رب يكمل في البطوله، يبقى لنا حد في بطوله افريقيه. انا السؤال بتاعي، سيبك دلوقتي نسيب الزمالك، هل خلينا الاهلي هيلعب، هل الاهلي هتقدر تلعبه اربع ماتشات في 19 يوم؟ هو ده السؤال اللي هم اللي عندك. ما هو احنا هنالف، ما احنا اللي عندك ده الوقت اللي عندك، ما فيش مشكله عند بيراميدز الثالث لانه عنده ماتشين زياده فما عندوش مشكله. يعني هو خدت بالك انه عنده ماتشين، لانه بيراميدز عنده الماتشات اللي هيلعبها، هيلعب يوم 30/4 مع مصر المقاصة، وهيلعب 5/5 مع المصري، وهيلعب مع وادي دجلة 14/5، وعنده كام ماتش بقى؟ عنده ماتشين بس اللي متقللين، فما عندوش مشكله. حضرتك شايف ان في مشكله في ان الاهلي ياخد اربع مباريات خلال 19 يوم؟ ما هو 19 الاهلي منهم في منهم مباراه مع الزمالك. ما انت منهم المباراه الحقيقه يعني الاهلي تحمل الاصعب. لا ما ده خلاص بقى، ده هو شاف، ما هو دلوقتي مر بظروف اصعب يعني انت لما تيجي تشوف ووقت اقل من المباراه. فالنهارده لا في اشكاليه، في اشكاليه، وبعدين يكلمه، وبعدين الاتحاد الافريقي مش هيسمح. طب مين اللي هيدفع الغرامات بتاع التاخير لو حصل؟ وبعدين هتسيبها بقى بعد كاس الامم، هتعمل تنطرها بقى ليوليا ل 19 يوليو بعد 19 يوليو. في مرحلتين للغرامات، مرحله اولى ب 250 دولار للتاخير في قيد اللاعب، ومرحله يعني تكلفتها اعلى ب 500 دولار غرامه على اللاعب الواحد. انا اخشى ما اخشى بقى يعملوا ايه الحدوته بقى الثانيه اللي هي البلاموطي بقى، اللي يقول لك خلاص احنا شايفين ده مين الاول وده مين. لا ده في مشكله حقيقيه، والمشكله دي كان يجب ان هم ساعة واحنا بنفكر بناخد كاس الامم الافريقيه واحنا بنتقدم ليها نبقى حاطين المشكله دي قدامنا. انما ساعتها كان لك يبقى نلغي الدوري، ما تقدرش تلغي الدوري.
هو بس عشان حضراتكم تبقوا متابعين معانا، الاستاذ ابراهيم كمان ربط بين موضوعين، شكل مسابقه الدوري العام الجزء المتبقي منها وانطلاق مسابقه كاس الامم او نهائيات كاس الامم الافريقيه في مصر، واستمرار او الحالتين سواء استمرار او عدم استمرار الزمالك حتى اخر مباراه في بطوله الكونفدراليه، وهو طبعا هيخوض مباراه امام النجم الساحلي اليوم، وبالتاكيد بنتمنى التوفيق فيها للزمالك. يا جماعه احنا مش في حاله عداء ولا تعصب، احنا لما بنشجع الاهلي طبيعي النادي اللي احنا بنحبه ومنتمين له وبنشجعه في مواجهاته المباشره مع باقي الانديه المصريه، ولكن في مواجهة أفريقية مع فريق غير مصري الأهلي ليس طرفا فيها، طبيعة الأمور والعقل والمنطق يقول أن كلنا زي ما قال الأستاذ إبراهيم نتمنى التفوق لممثل الكرة المصرية، وما دون ذلك هو لحالات استثنائية وشاذة وشديدة الغرابة. ده الفكر الطبيعي جدا في الرياضة بعيدا عن التعصب أو التطرف في الفكر الرياضي، عشان ما حدش يقول أن قناة الأهلي من دعاة التعصب ولا التطرف، بالعكس احنا بنتمنى دايما الأفضل للكرة المصرية. لو الأهلي مش موجود أو خرج من مشواره ولم يوفق، بنتمنى كمان الناس تفكر بنفس الطريقة عندما يواجه الأهلي أي فريق عربي او افريقي، اي مواجهه مع فريق غير مصري في بطوله دوليه، نتمنى يلاقي هذا الدعم وهذه المؤازره من المشجعين اللي بيشجعوا انديه تانية في الدوري المصري. ده الفكر الرياضي السليم الطبيعي يعني.